حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الحكومة اليمنية تواجه ضغوطات كبيرة قبيل انعقاد مشاورات جنيف. قوات يمنية تشارك بتأمين الساحل الشرقي في محافظة المهرة. لا وجود لمحادثات مباشرة بين الحكومة والمتمردين في جنيف. أهلا بكم. تواصل الحكومة السعودية منع اليمنيين المغتربين ممن يحملون تأشيرة زائر أو حكومية من تعليم أبنائهم في المدارس الحكومية للعام الثاني على التوالي. وعنوان موقع المصدر أونلاين: منع تعليم أبناء المغتربين في المدارس الحكومية بالسعودية يزيد من حنق الشارع اليمني. وقال الموقع إن حنق الشارع اليمني تزايد مع استمرار منع أبناء اليمنيين من التعليم في المدارس الحكومية والتضييق على المغتربين من خلال القرارات التي تقلص من الأعمال المتوفرة. وأبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم مما أسموه محاربة السعودية لليمنيين من خلال التسبب بتردي الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، إضافة إلى المعاناة التي يتعرض لها المغتربون. وتناقل نشطاء صورا لأطفال منعوا من التسجيل والتدريس في المدارس الحكومية بالسعودية ومطالبتهم بالتسجيل في المدارس الخاصة والتي تطلب مبالغ خيالية. وانتشرت صورة توجيه للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة إلى المدارس الحكومية بالمدينة بمنع قبول تسجيل أو نقل طالبات يحملن هوية زائر، وكذا الطالبات السوريات واليمنيات القادمات للمملكة بتأشيرة زيارة وكذلك التأشيرات الحكومية. ووفقا للموقع، يتواجد في السعودية مئات الآلاف ممن حصلوا على تأشيرات زيارة أو تأشيرات حكومية والتي منحت بسبب الحرب، لكن في الآونة الأخيرة تم تقليص تلك التأشيرات ومنع مالكيها من العمل أو ممارسة أي نشاط. انهيار الاقتصاد، حتمية أخطاء التحالف. تحت هذا العنوان كتب هشام البكيري مقاله المنشور في الموقع بوست. متى سيدرك التحالف العربي أن سياساته الخاطئة في اليمن هي أكبر أسباب عدم حسم معركة إسقاط الانقلاب الميليشياوي الحوثي وما أنتجه من انهيار اقتصادي يعيشه اليمنيون اليوم؟ بل أن سياساته الخاطئة توشك أن تقضي على فرصة تاريخية لليمنيين باستعادة جمهوريتهم الموحدة بهوية وطنية عابرة للمذهبية والأقلية الدينية. إن مخاطر أخطاء التحالف السياسية قاتلة ولن تقف عند حدود المملكة الجنوبية، بل ستعم المملكة والإمارات وكل دول الخليج وسنتجاوزها إلى كل أقطارنا العربية. فمعركتنا قومية مصيرية في مواجهة مشروع الإمبراطورية الفارسية الجديدة ومخطط القوى الدولية لإعادة تقسيم عالمنا العربي إلى دويلات طائفية وإثنية تذوب فيها الهوية العربية الإسلامية الجامعة من الخليج شرقا إلى سواحل موريتانيا غربا. كما لا يمكن تجاهل السبب الرئيس لهذا الانهيار، وهو الانقلاب الحوثي رأس كل مصائب ونكبات وكوارث اليمن. فمنذ أربع سنوات من عمر الانقلاب واليمنيون يعيشون أوضاعا اقتصادية سيئة زادت حدتها يوما تلو آخر في ظل همجية ممارسات وإجراءات الانقلابيين، منها بأربعة مليار وثمانمائة مليون دولار هي احتياطي البنك المركزي اليمني وسطوهم على ميزانية رواتب الموظفين وكل مقدرات الدولة الاقتصادية واستيلائهم على مؤسساتها الإيرادية وفرضهم جبايات جمركية وضريبية على التجار وسيطرتهم على سوق النفط والصرافة وخلق سوق سوداء. كل هذا عطل مؤسسات الدولة وجمد النشاط الاقتصادي للبلاد وأدى إلى إفلاس قطاع كبير من الشركات والمشاريع التجارية والصناعية المتوسطة والصغيرة، وهو ما زاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين ووضع أكثر من ثلثهم على شفا المجاعة كما أكدته تقارير الأمم المتحدة. يتابع موقع يمن مونيتور الشأن السياسي وقرب موعد مشاورات جنيف ويعنون: الحكومة اليمنية تواجه ضغوطات كبيرة قبيل انعقاد مشاورات جنيف. وقال الموقع إن الحكومة الشرعية تواجه ضغوطات كبيرة نتيجة الأوضاع المعيشية للسكان قبيل مشاركتها في مشاورات جنيف في السادس من سبتمبر الجاري. ويرى الموقع أن أزمة انهيار العملة المحلية تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، ومن شأنها وغيرها من الضغوطات الأخرى التي تتصل بالوضع الاقتصادي الهش والأوضاع المتردية لغالبية السكان أن تضعف موقف الحكومة المعترف بها
دوليا. وبدأت بوادر هذه التحديات بمظاهرات شعبية جابت شوارع مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة، ويخشى مراقبون أن تستغل جماعات مسلحة على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب البلاد عن شمالها هذا السخط الشعبي في محاولة لإسقاط الحكومة. ومن المقرر أن تنطلق في 6 سبتمبر الجاري مشاورات في جنيف بين وفد من الحكومة اليمنية ووفد جماعة الحوثي المسلحة. وجود قارب أو قاربين من قوات يمنية تحمي السواحل اليمنية يعد خبرا مهما ويحتل الصدارة في المواقع الإخبارية في ظل سيطرة الجميع على المياه عدا أهل البلد. ووفقا لموقع عدن الغد، القوات البحرية اليمنية تشارك بزورقي حراسة لتأمين الساحل الشرقي في محافظة المهرة. وقال الموقع: شاركت القوات البحرية والدفاع الساحلي في زوارق التشكيل الثاني حراسة في تأمين الساحل الشرقي في محافظة المهرة، وذلك حسب توجيهات رئيس الجمهورية. وقال عدن الغد إن الهدف هو منع ومكافحة تهريب الأسلحة والعتاد من الساحل الشرقي إلى ميليشيات الحوثي. العميد ركن أحمد عبد الرحمن اليافعي قائد القاعدة البحرية في عدن قال: تقوم القوارب بتنظيم دورية بحرية قبالة المدخل البحري لميناء عدن لتأمين الجانب البحري القريب من محاذاة الساحل ما بين ساحل فقم غربا إلى شرق ساحل العشاق، مضيفا: ستقوم البحرية بتأمين المناطق البحرية القريبة من مضيق باب المندب خلال الفترة المقبلة. اليمن في معمعة العنف، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في العرب الجديد، مضيفا: يفرض العنف كيانات مسلحة وجماعات باغية ويجعلها تعمل لصالح الساسة والقادة الذين يتحولون إلى زعماء عصابات وقتل وموت، لتظل الخصومة السياسية حاضرة في المناوشات بحدة والعنف والقتل في محاولة غبية لمحاربة التعدد السياسي والفكري، ليتاح المجال لاصطفاف مناطقي طائفي جهوي مدمر. لنكن أمام وطن مريض تقتله الخصومة والحياة فيه ترتكز على تصفية واجتثاث الآخر في سياسة قذرة لا حقوق فيها ولا واجبات. هذا ما حدث في الماضي، وهذا سبب كل هذه الكوارث التي نجترها اليوم ونعاني من تبعاتها. وللأسف يسير بعضهم على المنحى نفسه بالحرف والمعنى، متجاوزا بعنجهية دروس الماضي وعبره، سائرا على خطى أسلافه من البغاء والمستبدين، بل مستندا على أدواتهم القذرة وسياستهم المدمرة. ما أشبه اليوم بالبارحة، والفرق أن مستبد البارحة استخدم الدولة ومؤسساتها في إرهابه واستبداده بخبث، فيما تلاميذه اليوم أغبياء يتمنون أن يكونوا ورثته في الجنوب والشمال بهد الدولة ومؤسساتها على رؤوس الجميع. هكذا عمل المستبد عندما اجتاح عدن، شكل له نقابات وعمل على إغراء الكوادر والمؤثرين السياسيين والحزبيين المثقفين والأكاديميين، وجعلهم تحت طاعته واعتقد أنه نجا وامتلك البلد، واستمر بظلمه وطغيانه وتصفية خصومه حتى انقلب السحر على الساحر. واليوم نشاهد الصورة تتكرر، النقابات تصنع بأياد سياسية وخصومة فاجرة لتخدم المستبد الجديد، وطبعا بشعارات وطنية، ومن لم يخضع ويستسلم يتم تصفيته، والوطن يذهب إلى الجحيم، والمواطن يعتصر في وسط هذه المعمعة من العلاقات والأنانية في الصراع من أجل السلطة والثروة. إلى الصحافة الدولية، حيث تتحدث صحيفة عربية عن إجراءات تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها لمواجهة الانهيار الاقتصادي، وعنونت صحيفة العرب الجديد: إجراءات يمنية لاحتواء الأزمة الاقتصادية، زيادة الرواتب وتصدير النفط والغاز. وقالت مصادر حكومية يمنية إن اجتماعا رفيع المستوى أقرت خلاله زيادة رواتب موظفي القطاع المدني ضمن سلسلة إجراءات تسعى من خلالها الحكومة لاحتواء الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تهاوي أسعار العملة المحلية. وتنقل الصحيفة عن وكالة سبأ الرسمية أن الرئيس عبد الرب منصور هادي وخلال اجتماع مع اللجنة
الاقتصادية أصدر توجيهات باتخاذ تدابير اقتصادية عاجلة كفيلة بعودة الاستقرار التمويني، ودعا هادي مسؤولي حكومته إلى التركيز على محورين مهمين، يتمثل الأول في تنمية الإيرادات، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات في مختلف المجالات تؤدي لتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، بالإضافة إلى العمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة، وكذا البدء بتصدير الغاز عبر بلحاف. أما المحور الثاني الذي دعا هادي إلى التركيز فيه يتمثل بالمصروفات والعمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام. قدر سكان محليون وأقارب لضحايا تجنيد الحوثي لأبناء المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الراتب الشهري الذي يدفعه الإنقلابيون لمقاتليهم شهرياً ب70 دولار. وقالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مواطن يعمل سائق تاكسي: في أغلب المنازل لا تخلو الجدران من صورة قتيل أو قتيلين ممن دفعت بهم الجماعة إلى محارق الموت، وبسؤاله عن عدد من قتلوا من أبناء منطقته رد بالقول: لا أستطيع أن أحصي عدد القتلى، لكنني أؤكد مقتل نحو 7 أشخاص على الأقل من كل قرية من قرى عزلة بني موهب في محافظة حجة. قاضي متقاعد قال للصحيفة إن الجهل وانحسار رقعة التعليم إضافة إلى الفقر والبطالة هي الأسباب الرئيسية التي أتاحت للجماعة الحوثية السيطرة على عقول كثير من الشبان والمراهقين بعد أن أوهمتهم بأنها تقودهم إلى معركة وطنية مشروعة. وبحسب ما يؤكده محمد فإن 30,000 ريال يمني هو المبلغ الشهري الذي تدفعه الجماعة للمقاتلين في صفوفها، وهو أقل من 70 دولار. ولكن كم تدفع الميليشيات لأسرة من تدفع بهم إلى الجبهة في حال مقتله؟ يقول القاضي المتقاعد إنها تدفع نفس المبلغ أي 30,000 إلى أسرة القتيل لاحقا عبر ما تسميه مؤسسة الشهداء التابعة لها، غير أنها في أغلب الأحيان تتنصل عن الدفع لهم بحجة عدم توفر الأموال لديها. رشا عمران تكتب في العربي الجديد مقالا تحت عنوان أيها الشعب العظيم، وتنتقد فيه طريقة إدارة المستبدين لشعوبهم ونشر وهم العظمة بينهم، وتضيف: كان هتلر ذات يوم يخاطب شعبه بالعظيم، فعلها ستالين أيضا وماو تسي تونغ. زعماء أفريقيا الطغاة والمستبدون يسمون شعوبهم العظيمة، الزعماء العرب طبعا. والمشكلة أن خطابا كهذا يتركز في لاوعي الشعوب، فتعتقد أنها فعلا شعوب عظيمة، ناسية أن بينها اللص والمنحرف والقاتل والجاهل والنصاب والخائن والمجرم والكاذب والمنافق، مثل ما فيها الصفات المعاكسة لهذا. عدا أن فكرة الشعب العظيم شوفينية عنصرية تفترض أن الشعوب الأخرى أقل عظمة من الشعب العظيم المقصود، وهو ما يجعل بقايا النازيين في ألمانيا حتى هذه اللحظة يعتبرون الآخرين شعوبا تستحق الموت، لا سيما اللاجئين الذين يرون بدورهم أنهم قادمون من شعوب عظيمة، فيتعاملون مع اللاجئين من جنسيات أخرى باستعلاء مدهش كون شعوبهم ليست شعوبا عظيمة. هجتني يوما سيدة مثقفة لأنني تحدثت عن ظواهر سيئة رأيتها في الشعب الذي تنتمي له، قائلة أنه لا يحق لي الحديث عن شعب بلدها العظيم، مع أنني تحدثت عن ظواهر يتحدث عنها أهل البلد أنفسهم، لكن الاستعلاء الشوفيني مد رأسه مباشرة لدى حديثي. أنا الغريبة القادمة من شعب أقل عظمة، ولافت أكثر أن أصحاب نظرية الشعب العظيم يستنفرون مباشرة إذا ما انتقدت سياسة بلادهم أو انتقدت الزعيم الحاكم، ويهاجمونك لكونك تمس كرامة الشعب العظيم، إذ يدرك وعيهم الباطن أن هذه النظرية يعتمدها المستبدون والطغاة ليسيطروا على شعوب تسير بوعيها العاطفي لا العقلاني. المصريون، العراقيون، اللبنانيون، الخليجيون، شعوب المغرب العربي، الأردنيون والفلسطينيون، بكل الخراب الذي نعيشه نحن العرب، لكننا نتعامل بوصفنا شعوبا عظيمة، بينما شعوب الدول المتقدمة والمتحضرة قد تسخر تماما من مصطلح الشعب العظيم أو ربما من مفردة الشعب بحد ذاتها، فالقيمة هنا للفرد والمواطنة
لا أكثر. اهتمت الصحافة الفرنسية بالتطورات السياسية وإمكانية إيجاد حل للمعركة في اليمن، وعنونت صحيفة لاكوا الفرنسية اليمن لا وجود لمحادثات مباشرة بين الحكومة والمتمردين في جنيف. وتقول الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس إنه لا توجد محادثات مباشرة بين الحكومة والمتمردين في اليمن خلال المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تبدأ يوم الخميس في جنيف، حيث من المحتمل أن تتم مناقشة مسألة تبادل الأسرى. وتابعت الصحيفة تصريحات وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، حيث أكد أن الاجتماعات لن تكون وجها لوجه، وأن تطور سيتوقف على كيفية قيادة مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث للمحادثات بين الطرفين، كما اهتمت بما قاله عبد الله العليمي عضو الوفد في جنيف ومدير مكتب رئيس الجمهورية المنفي إلى الرياض من أن المشاورات ستكون غير مباشرة ما لم يتم إحراز تقدم سريع. أما في واشنطن فإن وزارة الخارجية من خلال المتحدثة باسمها هيذر نورت تدعم بشكل كامل السيد جريفيث، بينما تدعو الأطراف المتصارعة إلى الانخراط بشكل بناء وبإيمان للوصول إلى يمن آمن ومستقر. تسود حالة من الترقب والحذر في السويد مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 9 سبتمبر، حيث أظهرت استطلاعات رأي أجرتها البلاد صعودا للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للاجئين وتراجعا لقوى اليسار واليمين الوسط. ووفقا للبي بي سي، يبدو أن حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف ينافس بشدة للحصول على عدد أكبر من المقاعد على حساب حزب الاشتراكية الديمقراطي، وهو الحزب الحاكم في البلاد. ويشعر اللاجئون بالقلق خاصة بعد أن ارتفعت نسبة مؤيدين لقوى اليمين التي تدعو إلى ترحيل اللاجئين غير الشرعيين وغلق الأبواب في وجه المهاجرين الجدد. وبين الاستطلاع أن السويديين يميلون للتصويت لليمين المتطرف، ونقطة المحورية بين الأحزاب الرئيسية في البلاد هي مسألة اللاجئين من جهة وتقليص الرعاية الصحية والاجتماعية من جهة أخرى. جولتنا المصورة اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية، والتي توثق أبرز أحداث الأسبوع عبر عدسات المصورين المنتشرين حول العالم. نتابع الصور. وكيف يختزل فن الكاريكاتير المواقف ويعبر عن وجهات النظر؟ هذا ما نشاهده عبر مجموعة من رسومات نشرتها الصحف اليوم. وبهذه المجموعة من رسوم الكاريكاتير والصور نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.